أكثر سؤال بيسألونا إياه العالم، كيف بدي أوصل للمشاهير؟ أنتوا اليوم كمصممين عرب صار عندكم كل الأدوات اللازمة لتكونوا ناجحين بوطنكم العربي. كيف نعمل المجموعة؟ كيف منخيطها؟ من وين منجيب القماشات؟ كيف نعمل التطريز؟ كيف منسوقها؟ وكيف منوصلها للزباين؟ هيدي مهنة فيها توصلك للعالمية وللشهرة. أنا رامي قاضي ورح أخبركن عن مسيرتي بعالم تصميم الأزياء، كيف بلشت ولوين أنا وصلت. كل هذا رح تشوفوه بملخص على منصة عقول عربية.